ملي ما كيسجلش في كي ما كيديش الوظيفه ديالو كيدخل شويه ديال الشك. شكرا وليد. اش قال مورينيو؟ داعم سي سا داكور. واه يوسف انا عارف سي ان سوجي ديما سنسيبل مع يوسف اي جو كومبرون جو كومبرون با مره معليش كي غادي تفهموا سي ان دي ميور اتاكون يبغي ولا ما يبغيوش الناس في ليستوار ديال المغرب. C'est un des meilleurs buteurs. Il a marqué toutes les compétitions. Il est le Maghreb. Il est dans un grand club, un très grand entraîneur, un des meilleurs de l'histoire, Mourinho. Donc, Moumkin, je ne sais pas. Mourinho, dans les meilleurs entraîneurs de l'ALM, où il est l'attaquant, il a 20 millions d'euros. ممكن كنقول انا مورينيو مع الاحترام علاش انا ما عنديش ليتي ديالو ممكن كيفهم شويه في كره دونك خير علاش مورينيو كيفهم شويه في كره دونك انا كنقول لا فهم شويه في كره وكيقول خصو يعاونو حتى انا غنتبع شويه ديال الثقه ديال مورينيو نو في لي 3 اتاكون اللي عندنا اليوم عندنا رحيمي اللي غادي مزيان كهبي اللي غادي مزيان يوسف يباس باغ اون بيريود اللي ماشي سهله وديما كنقولها لكم الخدمه ديالي بعدا ما كان هداش على الجمهور عنده الصح يدير الخدمه ديالو اللي مقلق يكون مقلق وانا معاه كلشي بحال الخدمه ديالي كمدرب هي مره نعاون اللاعب في الثقه وكنامن ملي غيرجع في مستوى انا متاكد ملي غيرجع في مستوى ديالو يوسف بحال اللي كان دار في كوب دي موند وماركانا البوت في هيستوريك ديال ليستوار ديال لافريك وديال العالم مع البرتغال كنامن غيرجع ان شاء الله شي نهار في ماشي شي نهار غيرجع في مستوى ديالو وغنعاونو بحال اللي عاوننا ابدي لي زلزولي ا مومون دوني تا هو بحال على يوسف كان ما عندوش بلاصتو ما خصوش بحال كان مومون دوني ان جوار خصو الثقه ولا ماشي المدرب والستاف اللي كيحتالو سهله ان ندبح الريوس سهله الكره هذا تاك الخدمه اللي ماشي سهله هي الثقه وتعاون وانا يوسف عنده واحد الثقه بيان سور وكتحسو بها اللي كبيره وكنامن اللي غيرجع واش غيبدا واش ما غاديش يبدا هذا من بعد انا اللي كنحس بحال سان دي ميور جوور لي داز ان طونك اتاكون في المغرب دونك غنعاونو اي لو جور اللي غنامنو ملي ما بقاتش بلاصتو ولا ما بقاتش مستوى ولا ما بقاش لعاب بيان سور كيدخل في لا كونكورونس بالحق بور المومون في لي 3 عنده واحد الثقه اللي كبيره مني بحال سفيان يوم بحال ايوب فوالا سي